عليكم حبايبي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم، صراحه بكم معايا من جديد، وكنشكركم بزاف بزاف. كنشكر كاع الناس اللي تيتابعوني على القناه، كنشكركم كاملين. تنشكركم على الدعم، على التعليقات الزوينه اللي كتخليو ليا، شكرا لكم بزاف بزاف، ولا اللي خطيكم عليا. صراحه بحسب الناس اللي اول مره تيكتشفوا القناه، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. اذا عجبكم المحتوى ما تنساوش انكم تنضموا للعائله ديالنا وضغطوا على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو، ابوني او سبسكرايب او اشتراك، وفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم الجديد. اليوم غادي نشارك معكم واحد كريم رائع البنات، كريم ملكي لتبييض البشره بالشوفان. كريم تبيض البشره، كيصفي البشره، ترطب البشره، مفيد بزاف. ايضا مفيد حتى المشكل ديال الحبوب اللي كيكونوا في البشره الدهنيه، فهو كيقلل من الحبوب وكيرطب البشره، وكريم رائع بكل معنى الكلمه. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، وما تنسونيش احبابي من اللايكات ديالكم، دعموني بلي لايك وشجعوني باللايكات. فباللايكات ديالكم هو باش الفيديو كيتشاف وكيطلع يشوفوه ناس اخرين يتفرجوا فيه. وغادي نبداو الوصفه ديالنا او الكريم ديالنا. طريقه التحضير، غنحتاجو كيف ما كتشوفوا معايا الشوفان. غادي نديرو جوج معالق كبار ديال الشوفان، تنديرهم في واحد الكاسرونه، وتنضيفوا عليهم كاس ديال الماء ما عامرش. هانتوما كي كتشوفوا معايا، يعني كاس كبير ديال الماء ما عامرش، من تقريبا كاس قل ثلث او لا نص كاس كبير ديال الماء. وغادي نديهم على نار مهيله، نخلي هاد الشوفان تيطيب عادي كيف ما كنطيبوا الشوفان، حتى كيطيب لينا مزيان. وغنرجع معاكم باش نكملوا ان شاء الله باقي تتم التحضير الكريم ديالنا. ما كياخدش وقت كتير، تقريبا واحد 10 دقائق. كيف ما كتعرفوا ان الشوفان كيطيب بسرعه. صافي دابا ها هو الشوفان وجد، صافي خلاص راه طاب. دابا غادي نخليه يبرد هكذا، يعني باش يسهل عليا انني نطحنه يعني في الخلاط الكهربائي. وهنا يعني من احسن انكم تخليو الشوفان حتى يطيب مزيان، يعني ما تحيدوش قبل ما يبان لكم ولا بهذا الشكل هذا، وما تكتروش ليه الماء باش ما يجيكمش الخليط جاري يعني فيه الماء كتير. صافي دابا غناخدو الخلاط الكهربائي، غنوضعو فيه الشوفان ديالنا اللي طيبناه، وغادي نطحنوه في الخلاط الكهربائي. غنطحنوه مزيان، هنا خصكم يعني تطحنوه حتى يولي واحد الخليط ناعم جدا، يعني تطحنوه مزيان باش ما يبقاش دوك الطريفات ديال الشوفان. المهم صافي، كيف ما غادي تشوفوا معايا، صافي دابا انا طحنتو البنات. هانتوما كي كتشوفوا معايا، دابا غادي ناخذ واحد الليبه اولا شي فولار اللي غنصفيو فيه هذا الخليط ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه للشوفان طحنتو حتى ولا خليط ناعم، يعني تيولي بحال الكريم، ما كيبقاش فيه دوك الطريفات ديال الشوفان، تطحنوه مزيان. دابا غادي نصفيه هذا، يعني نعصره مزيان باش ناخذ داك الجيل ديال الشوفان هو اللي غادي ناخذه. اما بالنسبه لداكشي اللي غيبقى صافي غادي نحيدوه. صافي غنعصر هاد الكميه هادي وارجع معاكم. بالنسبه لهاد الخليط هذا اللي غادي نتحصل عليه، هو الكريم اللي ان شاء الله غادي تشوفوا معايا الاضافات اللي غنضيفوا ليه باش نحضروا واحد الكريم ليلي، كريم ملكي رائع في تبييض البشره، في توحيد لون البشره، تقلل من التجاعيد، من الخشونه، يعني الجفاف ديال البشره، كيعطي واحد النتيجه زوينه بزاف. من بعد ما صفيت هذاك الجيل اللي تحصلت عليه ديال الشوفان، غادي نحتاجو زيت الكوكو او لا زيت جوز الهند، حتى هو مرطب رائع للبشره. هاد الكريم صايبته وحضرته لكم خصيصا لاننا يعني مقبلين على هذا الفصل هذا ديال الشتاء وفصل الربيع ان شاء الله، فالبشره ديالنا كتنشف لينا مع البرد ومع يعني التغير ديال الجو، فالكريم غادي يفيدكم بزاف. غادي ندير واحد الملعقه صغيره من زيت الكوكو، غادي نديروها في الماء سخون، انتم كي كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا، وغنخليها حتى يذوب ليا داك الزيت ديال الكوكو اللي جامد. دابا غادي ناخذ واحد الزيت البنات، هذا الزوين وما كرهتكمش يعني تشريوه وتبقاو تستعملوه، زيت بذور العنب،
مزيان للتجاعيد، مزيان لعلامات التقدم في السن، يعني الشيخوخة المبكرة. يعني لو بغيتي تحافظي على البشرة ديالك، اشياء يعني بسيطة وحاجات بسيطة تحافظ لك على البشرة ديالك، بحال هذا الزيت الثمن ديالو 25 درهم على ما اظن. المهم راه الثمن ديالو مناسب، تاخذوه من البارا فارماسي. استعملت منه واحد المعلقه صغيره كيف ما شفتوا معايا، زوين بزاف للتجاعيد، زوين البنات، يعني تيحارب لك التجاعيد وكي يعني تيملأ دوك الخطوط اللي كيكونوا في البشره، لانه هاد الزيت يعني الا درتيه مثلا على البشره ديالك كيملأ لك دوك الحفر ديال التجاعيد، لانه هو بحال البوتوكس. زوينه البنات ديال البذور ديال العنب. عندي هنايا زيت اللوز الحلو حتى هو زوين، غادي ندير من واحد المعلقه صغيره هنا. بالنسبه لهاد الاضافات اللي ضفت كيبقاو اختياريين، لان كل وحده عندها واحد الزيوت معينه. عندك زيت السمسم او زيت الجوجوبا، زيت جنيل القمح، اي زيت عندك غادي تضيفيه في هاد الكريم، ماشي بالضروره هادشي اللي عندي. ولكن زيت اللوز راه زوين كيف ما كتعرفوا، زيت اللوز الحلو. ايضا زيت البذور العنب صراحه ما كرهتكمش تاخذوه لانه زوين بزاف. وفي الاخير ضفت الفيتامين او البنات، الفيتامين او مفيد للتجاعيد، مفيد لعلامات الشيخوخه، يعني حتى هو زوين كيقلل لنا من التجاعيد وكيحافظ لنا على البشره ديالنا. حتى هو كيتباع في البارافارماسي، والثمن ديالو مناسب، لكن شي حاجه اللي تتحمي لك البشره ديالك من دوك البقع الداكنه اللي كيجيو مع التقدم في السن. زوين بزاف، يعني كيحافظ لك على المرونه ديال البشره ديالك. ضفت في الاخير زيت الكوكو اللي كنت يعني درته في الماء سخون، صافي راه تطلق، ضفته في الاخير صافي. وغنخلط الكريم ديالي مزيان، شوفوا القوام ديالو كيفاش داير، كيجي واحد الكريم رائع البنات، وغادي ان شاء الله ديروه وغادي يعجبكم بزاف بزاف، خصوصا وانه تيرطب البشره البنات، كيرطب البشره، يعني البشره ديالك كتولي بحال ديال الاطفال، تترطب ومع يعني كتستمر ديريه يعني بشكل يومي، كيبيض البنات، تيبيض البشره، كيصفي البشره، وكيحيد حتى دوك الخلايا ديال الجلد الميته. كيف ما كتعرفوا ان الشوفان مقشر طبيعي للبشره. صافي بعد ما خلطت هاد المكونات مزيان، كناخذ واحد الحك، كيكون عندكم ديال شي كريم خاوي، المهم يكون عندكم حلقه ديال الزاج راه مزيان، وكتغسلوه مزيان ويكون نقي ونظيف، وكديروا فيه الكريم ديالكم، يكون كيتغلق مزيان باش تحافظوا على الكريم في الثلاجه لمده ديال واحد 6 ايام حتى الاسبوع، يعني ماكسيموم اسبوع ماشي اكثر. صافي هذا الكريم بالنسبه لكيفيه الاستعمال ديالو على البشره، كتقوموا بالتطبيق ديالو بالليل، تكوني غاسله البشره ديالك نظيفه ما فيها لا مكياج لا حتى شي حاجه، وكديريه البشره ديالك في الليل، يعني في الليل يعني ملي كيوصل المغرب بحال هكا، كديريه في الدار يعني في الليل تديريه، ما ديريش مباشره قبل ما تنعسي باش ما يتمسحش ليك يعني مع الوساده، كديريه يعني قبل شويه بواحد 2 ساعات او 3 ساعات قبل ما تنعسي، وكتباتي به كريم كتشربوا البشره، يعني ما كيبقاش كيبان، كدهني به كيمتصوا يعني لابو، وتستعملوه وكتخليوه حتى الصباح، وكتغسلوا البشره ديالكم، كداوموا عليه بشكل يومي، وان شاء الله غيعطيكم نتيجه رائعه البنات. يعني ملي يتقاضى ممكن تعاودوا تستعملوه، الا بغيتوا تعاودوا تستعملوه، فهو زوين بزاف، يعني فيه بزاف المزايا، مبيض مرطب، تحافظ لك على البشره من الشيخوخه المبكره، من علامات التقدم في السن، كيعطي نتيجه روعه، ونتمنى انكم تجربوه. هنا حطيت لكم المنافع ديال الشوفان بالنسبه للبشره، فهو زوين بزاف وكيعطي نتائج هائله صراحه، لا بالنسبه لازاله الرؤوس السوداء او لا ازاله الخلايا الجلد الميته او لا يعني المشكله ديال الحب الشباب اللي كتكون في البشره الدهنيه، فهو تيقلل من دوك الدهون وكيقلل من الحبوب والرؤوس السوداء، وكينظف البنات البشره، يعني ديك الطبقه الداخليه للبشره الدهنيه كينظفها باش ما كتبقاش تفرز زيوت كثيره، وديك الزيوت اللي كتفرز كثيره تيجي معاها يعني الحبوب او حب الشباب.
نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا لا فيديو هذا اللي شاركت معاكم. وما تنسونيش احبابي من اللايكات، دائما نقول لك نقول لكم اللايكات، لان باللايكات ديالكم هو باش الفيديو تيطلع يشوفوه ناس اخرين يتفرجوا فيه. فنتمنى انكم ما تبخلوش عليا باللي لايك ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف اللي خطيكم. الى عندكم شي سؤال استفسار مرحبا، كيف ما كنقول لكم على الراس والعين، خليوا لي في التعليقات ان شاء الله نجاوبكم. لهنا نكون وصلت نهايه الفيديو، في امان الله.